أقامت شركة جرافيتي للقفز الحر الداخلي مؤتمرا صحفيا حول استضافة مملكة البحرين أول بطولة عربية وأول كأس لدول مجلس التعاون للطيران الحر الداخلي، الذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد البحريني والاتحاد العربي للرياضات الجوية واللجنة التنظيمية للرياضات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة أكثر من 50 قافزا من مختلف الدول الخليجية والعربية. وخلال المؤتمر الصحفي صرح القائمون على تنظيم هذه البطولة أن البحرين دائما ما تكون سباقة في تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات، والذي يسهم في دعم مكانتها كدولة حاضنة للرياضيين الخليجيين والعرب، ويعزز من موقعها على خارطة الرياضة الدولية. وتأتي هذه البطولة الفريدة من نوعها بالمنطقة بعد أن نظمت شركة جرافيتي أول بطولة محلية قبل شهرين، وبعد فوز المملكة في استضافة النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للطيران بالنفق الهوائي الداخلي للعام المقبل، كأول دولة عربية تحظى بنيل شرف تنظيم هذه البطولة. نهني مملكة البحرين أول باستضافتها لبطولة العالم في 2018 إن شاء الله العام القادم لنفق الريح. والبطولات التي تقام الآن العربية والخليجية هي الاستعداد لهذا الحدث، ولكن احنا سعيدين في الاتحاد العربي وفي اللجنة الخليجية كذلك انه هذا الحدث يعقد على ارض مملكة البحرين، وهذا له دلالات كبيرة، دلالات ان مملكة البحرين بأجهزتها الفنية بشعبها بإداراتها جاهزة لاستضافة مثل هذه الأحداث العربية والدولية، والأهم ان البحرين امنها وامانها جاهز كذلك، فالبحرين آمنة مطمئنة لاستضافة مثل هذه الأحداث الدولية، وهذا شيء الحمد لله لمسناه ونلمسه، فكل الظروف الحمد لله تواكبت وجهزت لاستضافة مثل هذه الأحداث العربية والدولية. النفق الهوائي أو الوينتنل هي من الرياضات اللي هي المدخل لأنك تمارس رياضة القفز الحر. القفز الحر مثل ما نعرف لما أنت تكون في الهواء كيف تسبح، كيف تتحكم بحركاتك، فهذه هي المدخل. يمكن هذا النوع من الرياضات يعتبر شوي مكلف لأن الدقيقة تنحسب عليك يعني لها مبلغ معين، لكن أنا أعتقد الناس لما تجي وتمارس هذه الرياضة بتشعر بمدى يعني كيف الانطلاق في الهواء.